يلقي الكثيرون ممن يخضعون للعلاج النفسي باللوم على الأدوية المضادة للاكتئاب وغيرها لما يعتقدون بأنها تسبب زيادة في الوزن، الأمر الذي يدفعهم إلى التوقف عن تناولها والعودة إلى معاناتهم في مواجهة ألمهم أو الحالة التي كانوا يعانون منها خوفا من زيادة أوزانهم. فهل هناك علاقة مرتبطة بين زيادة الوزن ومضادات الاكتئاب؟ وكيف يمكن تجنبها؟ للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور أحمد حسون، استشاري الغدد الصماء والسكري. صباح الخير دكتور. صباح النور. نعم أنت بخير. بداية يعني هل فعلا أدوية الاكتئاب تؤدي إلى زيادة الوزن؟ طبعا شكرا على الاستضافة بالأول وعيدكم مبارك. فكرة الاكتئاب والسمنة مرتبطين مع بعضهم حتى بدون العلاج، هناك علاقة مزدوجة. الناس اللي عندهم زيادة في الوزن معرضين للاكتئاب أكثر بدون أدوية، والعكس صحيح، الناس اللي عندهم اكتئاب معرضين للسمنة أيضا. فلذلك يجب أن دائما نكون في عين الاعتبار نترك هالشيء. بالنسبة للسؤال اللي تفضلتي فيه بموضوع الأدوية، طبعا هناك علاقة بين بعض الأدوية، مش كلها، بعض الأدوية ممكن تسبب زيادة في الوزن. هل هو بسبب تحسن الحالة الاكتئابية والمريض كان مكتئبا ولم يأكل بشكل كافي وتحسنت حالته الصحية فبدأ يأكل بشكل أكثر، أو أن الدواء نفسه له تأثير على زيادة الوزن وزيادة الشهية؟ هي فاتحة للشهية يعني فيها عناصر فاتحة للشهية؟ يجب التفريق. نعم، بعضهم لديهم وسائل معينة في التأثير على مناطق في الدماغ لها علاقة في الشهية، فلذلك ممكن أن تؤدي إلى زيادة في الشهية بعضهم. لذلك يجب أن نفرق أنه ليس كل أدوية الاكتئاب تسبب هذا الشيء. يعني دكتور ممكن يكون في بدائل للأدوية المؤثرة على زيادة الوزن، ممكن نستخدم أدوية أقل في الجرعات مثلا. بالضبط. قبل ما نتكلم في الموضوع أنا أعتقد أنه النقطة مهمة أنه علاج الاكتئاب بشكل عام نحن يجب أن نفرق بين الاكتئاب الشديد أو نسميه الهوسي عن الاكتئاب الأكثر شيوعا اللي هو الاكتئاب العادي. بالنسبة للاكتئاب العادي ممكن بشكل كثير يعني من المرضى ممكن يستفيدون من العلاج السلوكي بدون أدوية، فلذلك يجب أن نحط هذا في عين الاعتبار وصراحة أكثر فعالية، لكن معظم الأحيان نحتاج علاج دوائي إضافي. واستخدام العلاج الدوائي ممكن أن يتطلب استخدام بعض الأدوية ومجموعات كثيرة هم وفي تطور مستمر. الأدوية القديمة للاكتئاب كانت تسبب أكثر سببا في زيادة الوزن. التطورات الحديثة في الأدوية بدأت تظهر أدوية أقل، فموضوع نسبي، لذلك يجب أن نفرق أنه بعض الأدوية تسبب وبعض الأدوية لا تسبب. يعني ممكن نعمل على إنقاص الوزن وإحنا بناخذ الأدوية اللي هي أدوية الاكتئاب اللي بتساعد على زيادة الوزن؟ نعم، يوجد بعض الأدوية اللي نستخدمها للاكتئاب ممكن أن تساعدنا في إنقاص الوزن، لكنهم قليلين ويجب أن تكون تحت إشراف طبيب مختص. لا، فينا نعمل فينا نعمل حمية غذائية لإنقاص الوزن وفي نفس الوقت إحنا بناخد أدوية اكتئاب اللي بتساعد على زيادة الوزن، يعني أمرين مختلفين تماما. أكيد بالضبط، متضاربين. طبعا دائما الحمية هي الأساس في إنقاص الوزن وحتى في الوقاية من زيادة الوزن، فلذلك دائما لما نبدأ في أدوية للاكتئاب يجب أن نراعي أنه المريض ينتبه على الحمية الغذائية، وأيضا نقطة مهمة أن يراقب الوزن أثناء أخذ العلاج، فإذا كان الوزن يزيد وهو متبع الحمية فلذلك هناك مشكلة في الدواء. البعض حتى يعني أنه حينما يشعر بالاكتئاب يكون صديق الثلاجة، إما كربوهيدرات إما آيس كريم إما صحيح. من هذه الأمور صحيح. فبالتالي يعني هذا الأمر قد يكون جزء من علاج النفس الذاتي. صحيح صحيح، وهذا أيضا جيد، والعكس صحيح أيضا، في هناك بعض الناس في الاكتئاب لا يأكلون، فنتيجة الدواء لهذه المجموعة تختلف عن المجموعة الأولى. فاللي كان عنده اكتئاب ويبدأ يأكل بشكل أشرح وأكثر ممكن لما نتعالج الاكتئاب ممكن يتحسن، بالعكس يقل، فلذلك هنا تختلف من شخص إلى شخص. أهم شيء في الموضوع الاختيار الصحيح والإشراف الصحيح لهذا الموضوع. طيب هل يعني دائما ما نعلم أنه الدواء من عوائل مختلفة صحيح. أو صحيح. إلى أي مدى من الممكن أن يؤثر هذا الدواء في شخص
ولا يؤثر في شخص آخر بأنه جسمه يحرق أو أنه بالضبط. عملية الحرق عنده زيادة. بالضبط. يعني هو طبعا بشكل عام لو نفرق موضوع الاكتئاب عن موضوع السمنة أيضا الكلام صحيح أنه الميتابوليزم أو الاستقلاب أيضا باللغة العربية يختلف من شخص إلى شخص. فنجد بعض الأشخاص يأكلون كثيرا ولا يسمنون مثل ما تفضلت. يحرمتين وفي بعض الناس يأكلون قليل جدا وتشوفهم انتفخوا ما شاء الله وصارت عندهم سمنة. لذلك هذا موضوع مهم، لكن هذا لا ليس له علاقة في علاج الاكتئاب وكذا، يعني يساعد أو يضر. فإذا كان الإنسان من النوع الذي عنده الاستقلاب منخفض ويأخذ الدواء اللي قد يزيد الوزن فحيزيد أكثر، هذا راح يزيد. طيب يعني دكتور، يعني إذا بناخذ أدوية الاكتئاب اللي هي بتعمل على زيادة الوزن، إذا ما فيش شهية مفتوحة ممكن كمان بتزود في الوزن، بتغير في الهرمونات مثلا، بتعمل زيادة من دون يعني الشهية؟ بدون شهية نعم. لو فرضنا أن الشهية لم تتأثر بسبب الاكتئاب، بعض الأدوية يعني خاصة الأدوية القديمة في العوائل القديمة، قصدي أنه الجيل الأول من علاج الاكتئاب، تسبب زيادة في الوزن بشكل واضح أكثر الأدوية. إنما الجيل الجديد أو الثالث يسموه بدأت تظهر الأدوية التي ممكن لا تؤدي إلى زيادة أو تؤدي إلى زيادة أبسط بكثير من الأخرى، ومجموعة قليلة جدا من الأدوية الحديثة تؤدي إلى نقصان الوزن. فلذلك التأثير ممكن يكون موجود، ومثل ما تكلمنا سابقا هناك تأثير هم عملهم بشكل عمل على المستقبلات الكيميائية السيروتونين، يعني لا نريد أن ندخل في تفاصيل هذه المواضيع، بس نوعية الأدوية مهمة. طيب. نوعية الأدوية مهمة. طيب. وطريقة عملها مهمة. شكرا لك دكتور، دكتور أحمد حسون استشاري الغدد الصماء والسكري، كنت معنا في استوديو صباح العربية، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. توصلت